تصب التصريحات الأخيرة لبعض الفاعلين في المشهد السياسي في بوتقة واحدة، مفادها إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها في ظل تمسك أحزاب الموالاة في مقدمتها الحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني بعدم الانسياق وراء مطالب تأجيل الانتخابات، فضلا عن حليفه الاستراتيجي حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يرافع في كل مرة لإجراء الانتخابات في وقتها المحدد. ولم يقف الحال عند كل من الأفلان والألندي، فقد سارع عضو التحالف الرئاسي رئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمار غولة للتراجع عن مقترح حزبه في التوجه نحو تأجيل الرئاسيات ليعود ويرافع مطولا لإجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده، توافق رسم تأكيدا على سير أحزاب السلطة في نفس النهج الذي سارت عليها من قبل. الغموض الذي طبع المشهد السياسي منذ شهور وحالة السوسبنس التي أخلطت أوراق الساحة السياسية يرتقب أن تزول بعد أقل من 20 يوما باستدعاء الهيئة الناخبة الذي سيتزامن وانتهاء العهد الرئاسية في 18 أبريل. فرفع اللثام عن قضية تأجيل الاستحقاق الرئاسي الأسابيع الأخيرة وبروز مؤشر تنظيم الرئاسيات في وقتها المحدد سيفتح الباب أمام الراغبين في خوض الاستحقاق، بما فيهم أولئك الذين يعترفون بأنهم أرانب سباق.